يتم إزالتها في أقرب وقت ممكن. هذا الحكي 1995. كائنات وكريمة هي قطعة 233 من حوض 17. تألم الواحد، بتحصر على أرض، على أرض سيادة بكينا نروح نحصدها نزرعها، حياة أبوي بكى يتعب فيها يحرطها، فبتألم الواحد يوم يشوف تعبه بروح خسارة وإحنا مش قادرين نسوي إشي. أنا وأبوي وأمي يزرع حروح نحصد مثلا، يزرعها بكت مزروعة كابل أخرى في أيام زمان، عنب خرب العنب زرعها صار كامح وشعير وهي الشغلات يعني عايشين منها. تعرف زمان بكوا الختيارية الفلاحة بس عندهم، مش متعلمين زي اليوم بكوا فلاحة وبس عندهم. في الأرض اللي بيننا وبين المستوطن بكى فيها تين، روح نلقي التين يبيعوا الختيارية منها، قطين يبيعوه، فهذا اللي بكينا مستفيدين منها. وعشان هيك احنا بننظر لزيارة بومبيو ننظر لها المضبوط بانه هذه سابقة قانونية، انك انت جاي على اراضي يملكها مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الامريكية، اللي المفروض انك تدافع عن حقوق هذول المواطنين اللي اعتدي على اراضيهم، ومع ذلك انت جاي تكرس وجود هذول المستوطنين. البيت المستوطن صاحب مصنع البيت اللي مقام